وجاء خطاب الرئيس الصيني هذا الصباح، والذي كان جد إيجابي لأنه يعني جاء بأفكار جديدة من أجل التحديد الذي كان هو هذا هو عنوان المنتدى. ف يعني اقترح الرئيس شي جين بينغ أن تكون هناك تقريبا 10 خطط من أجل الدفع بالعلاقات الصينية الإفريقية نحو مزيد من البناء ومزيد من التنمية، من بينها من بين أهمها هو جعل يعني تطوير منطقة التجارة الحرة القارية ما بين الصين وإفريقيا، وكذلك زيادة التمويل وإنشاء عدد كبير من المشاريع التي ستساهم في تقوية وتحسين البنية التحتية الإفريقية من طرقات ومن سكك حديدية ومن موانئ ومن مطارات إلى غير ذلك. إذن أعتقد بأنه ستكون هناك يعني علاقات مستقبلية ما بين الصين وإفريقيا أكثر قوة وأكثر يعني ستكون لها انعكاسات على سواء على الصين وعلى الدول الإفريقية جد إيجابي. في خطاب من خلال خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه قال بأن الصين مستعدة لتنفيذ 30 مشروع لربط البنية التحتية الإفريقية وإنشاء شبكة صينية إفريقية برية وبحرية، فالمغرب يمكن أن يساهم في هذا الجانب، خصوصا أننا نعلم جيدا بأنه المغرب بحكم موقعه الجغرافي المتميز القريب من أوروبا والعلاقات المتميزة مع إفريقيا يمكن أن يكون جسرا ما بين الصين وإفريقيا. My expectation for the cooperation between China and Morocco holds a promise robust and multifaceted economic growth benefiting the both countries. We already have today a strong presence of a Chinese Confucius Institutes in Morocco teaching Moroccans Chinese language, but I would hope to have more cooperation in that field. Chinese movies, Moroccans need to know about Chinese movies, Chinese arts, Chinese music and so forth, and the same on the Chinese side, they need to know about our culture and industry, and this happens with people to people exchanges. التوقع المستقبلي بين الصين والمغرب في قادم الامور هو ان شاء الله يكون تعاون اقتصادي لانهم دولتان استراتيجيتان، والمغرب كيعرف واحد التقدم، وكذلك الصين هي شريك أساسي للمغرب.